موضوع الحمل هو اللي تعبني. اشمعنى فيصل تيبي من يا الوان الحق؟ حيل ضايقني. فيصل كان معيشني حياة كريمة، يحبني ويخاف الله فيني. فيصل كان ريال، مو شبه ريال. الله دنيا والله دنيا. انت تدرين؟ ظهر انا غار عليك من قبل ما اشوفك. القدر لعب لعبته ويجمعنا ببعض. فهمتي؟ لو فيصل كان عايش كان ما شفتك بحياتي. عشان كذي القدر خلاني اشيله. ايش تقصد؟ اللي اقصده ان فيصل كان بالمكان الغلط وبالتوقيت الغلط، هو اللي خلاني اذبحه. شفت شلون؟ ما في شيء اسمه صدفة. شفت شلون القدر يبينا حق بعض؟ بذل حقير، حقير! أنا من زمان كنت أدري إن أنت كذي، بس عقلي مو راضي يستوعب. أنت لازم 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 تموت، لازم أقتلك، أنت لازم ما تعيش. كاني قدامك ذبحيني. ما تقدر. تدرين ليش؟ لأنك تحبيني. ما تقدرين. لازم. فيش 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 فيش. ذبحيني. إذا ما تحبيني ذبحيني. المفروض مو بس أذبحك. مو بس مرة واحدة، لازم أحرقك ألف مرة عشان أرتاح. شوفي، لو يرد فيني الزمن هم راح أذبح فيصل. بس ما بيسمع، ما بيسمع شيء. بس تحبيني صح؟ هات ذبحيني. دمرتني دمرتني، دمرت حياتي. وين رايحة؟ ما أنا قايل لك كل شيء مسكر هني، بيبان مقفلة وما حد يمنه.